مفلوكة غادي غامر بحياتي وغيت الله وغيت الله. قبل ما يبدا الفلوق باش تدخلوا عند السي دريس وتصنتوا لهاد البارودي اللي دار زوينه بزاف وراه فتح قناه جديده. الناس اللي قدام في القناه غيعرفوا شكون هو دريس، راه عايش في كوريا كيدير فيديوهات زوينين. دابا غيبقى يدير الفيديوهات السفر في كوريا وغيوريكم احسن البلايص اللي في كوريا، زائد مره غيبقى يدير لكم لي بارودي فحال كيفاش شفتوا. هذا بغيتكم كاملين تمشوا تدخلوا عنده القناه وتدعموه وتقول ليه راه جينا مع اسماعيل، دعموا الخوت كما كدعموا المحتوى الزوين، وراه عنده محتوى زوين بزاف وغادي يعجبكم حيت الناس اللي قدام كيف قلت لكم غيعرفوا شنو كان كيدير. هو وقف اليوتيوب واحد المده حيت كان مشغول بزاف ودابا رجع وغتكون رجع. ليان ديال القناه ديالو غادي تلقاوه في الديسكريبشن. نبداو الفروق على بركه الله. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على المينيماليست ولا كيفاش تكون مينيماليزم في الحياه ديالك ولا الفلوق ديال اليوم، حيت كيف شو مؤخرا وليت كنجمع ما بين الفلوقات وهاد النوع ديال الفيديوز كنديرهم في شكل واحد باش هكا كتوصل ديك الراحه ديالك. كيعجبني ندير فحال هكا، فكنتمنى تدعموا هاد النوع ديال الفيديوز، كنتمنى يكون التفاعل ديالكم. شكرا على الميساجات اللي كيجوني في انستغرام وداكشي، شكرا بزاف. كنت جيت في القناه ما عليك الا تشترك وتفعل جل الجرس وتخلنا واحد الكومونتير زوين كتعطي فيه رايك الموضوع اللي كنهضروا عليه في اي فلوق. نبداو الفيديو. خصنا نمشيو ندو الولد للحيطان ولا الروض حيت تعطل والجو دابا البرد، فالاب هو اللي خصو يديه. من كتسمع كلمه مينيماليزم تقدر تفكر في الفن، الموسيقى، الموضه او الديكور، ولكن في هذا الفيديو كيف قلنا في الاول فغادي نهضروا على المينيماليزم كنمط حياه، لايف ستايل، كيفاش تسمح في الاشياء غير المهمه بدل حياتي وكيفاش يعاونك انت تبدل حياتك. اولا فكره الحياه البسيطه او المينيماليزم كانت من قديم الزمان مع مرور العصور، لكن مع التطور اللي عرفناه مؤخرا خصوصا مع ظهور الانترنت بداو كيبانوا ناس اللي كيهضروا على بساطه الحياه وقروا انهم ينشؤوا دي موفمنت اللي يقدروا يوصلوا فيها مفهوم ديال البساطه في الحياه وكيفاش ان البساطه في الحياه والتخلي على الاشياء الغير مهمه قدر يخليهم يوصلوا لديك القناعه الحقيقيه، او كيف كيقولوا بالانجلي live less earn more. غنشوفوا المدام واش مينيماليزم ولا لا. عطيتها اللائحه ديال داكشي اللي خصها تتغدى ومشات دخلت للسوبر ماركت تتغدى ونشوف واش تجيب داكشي هو هذاك ولا غادي تزيد شي حاجه منها، حيت الحاجه اللي كتقضي علينا وما كتخناش تكون مينيماليزم هي ملي كتمشي للشوبين، ملي كتمشي تتغدى ديما دوك العروض دوك اللافتات اللي كيعطوك دي وحده تدي سبعه دي هادي دي هادي ما كتخليكش انك تكون مينيماليزم في ابسط الاشياء اللي هي انك تمشي تتقدى الماكله ديالك. لهذا النصيحه اللي ننصحك بقى دير تو دو ليست، ديرها الحاجه اللي بغيتي دير في النهار سواء الخدمه ديالك سواء اي حاجه، وزائد من تبغي تتقدى من المحل ولا من السوبر مارشي ولا اللي كاين كتمشي كدير ديك تو دو ليست ديالك وكتكون كاتب في الليست داكشي اللي بغيتي تشري، فما كتزيد ما كتنقص على داكشي، كتحاول ما امكن تكون مينيماليزم في التقضيه ديالك. جاب داكشي اللي كاين في الليست ما زادت عليه ما نقصت عليه، لانك مشيتي بلا ليست ما كتكون ماشي كدير في راسك بلي غادي تشري مثلا الخبز حليب هادي هادي، ولكن كتمشي كتبان لك شي حاجه تقول انا ندي هادي انا ندي هادي انا ندي هادي. إذا جينا نعطي واحد التعريف المينيماليز ولا المينيماليزم ولا المينيماليست ولا كيف كتسمى، التعريف غيكون بسيط هو keep it simple. كيفاش keep it simple؟ يعني خليها بسيطة، والحياة ولا أي مينيماليزم أطلق معه غيقول لك كنعيش الحياة بالبساطة ديالها. لكن إذا جينا نتعمقوا في التعريف كل واحد وكيشوف البساطة ديالو على حسب، هو المهم في هذا الشيء كامل هي أنك كتعيش بداك الشيء اللي كتحتاج، يعني around you ولا الحاجة اللي محيطة بك سواء في الطريقة ديال الباس ديالك في الطريقة ديال الخدمة ديالك في كل شيء، ديما خصك تكون بسيط في داك الشيء، ما تأوفرش، ما تبقاش مثلا كيف هضرنا قبيلة في الأول على المشتريات وهذه خليتها كواحد ليكزومبل على هذا الشيء كامل، هي أنك فاش مشيت نتقدى تقضي داك الشيء اللي غادي نحتاج
حتى في الطريقه ديال اللبس، مثلا ملي تمشي تلبس ولا تمشي تشري الحوايج ديالك غادي تشري داكشي اللي غادي تحتاج. حيت كاين بعض المرات من كتشرح لبنادم انه واحد الطريقه ديال العيش اللي هي تكون مينيماليزم في الحياه ديالك وداكشي، كيتفكر انك غادي تبقى تلبس تيشيرت واحد وسروال واحد وسبرديله واحده طول حياتك. لا، ممكن تلبس ولكن كتخلي ديك الاشياء بسيطه بالنسبه لك، ماشي غادي تمشي 70 سروال وانت كتلبس غير جوج سراول ولا خمسه سراول في الشهر ولا غادي تمشي. المهم هذا فقط مثال، هذا ما كيعنيش تحيد راسك من الحياه ومن الانترتينمنت وداكشي، لا غادي دير داكشي كامل، لكن كيف كنقولوا كدير داكشي اللي كتحتاج، كتخسر الفلوس داكشي اللي كتحتاج. تعيش كأنك مينيماليزم أو لا تختار ستيل ديال مينيماليزم ما كيعنيش أنك غادي تفقد الطعم ديال الحياة ولا تتخلى على كل شيء وما دير حتى شي حاجة في حياتك. بالعكس، أنا أعطيك واحد المقولة بسيطة ونشرحها لك من بعد. المقولة كتقول مينيماليزم give us the space and freedom to create a better life. لا شنو كتقول بعدا؟ المقولة كتقول أن المينيماليزم كتعطينا واحد سبيس، يعني واحد الفضاء، واحد الفراغ أننا نكريو ولا نصنعو حياة أفضل بالنسبة لينا. ملي كتجي وكتقد حياتك وكتخلى، كيف قلنا المفهوم في الأول ديال المينيماليزم هو أن ليف سيمبل، زائد كتعيش غير مع داك الشيء اللي مهم بالنسبة لك، الأشياء اللي كتكون محيطة بك، الأشياء اللي كتختار أنها تكون معك في الحياة ديالك هي المهمة. فمين كتخوي حياتك وكتخوي السبيس الفضاء اللي كتعيش فيه بزاف الحاجات غير مهمه، كيولو عندك بزاف ديال الفراغات فين تقدر دير بزاف ديال الحاجات. وهذا هو الجميل في المينيماليزم، هو كنظن اكبر مثال حي على ان المينيماليزم ولا الانسان خصو يعيش بمفهوم ديال المينيماليست هو الناس اللي كيكونوا قدوه بالنسبه لنا في الحياه. اي واحد كتلقى عنده ضروري من هاد الناس الاغنياء في العالم اللي وصلوا، سواء مول امازون، سواء مول فيسبوك، سواء مول مايكروسوفت بيل جيتس، ولا اي واحد من هادو، كتلاحظ طريقه اللبس ديالو عادي، طريقه الهضره ديالو عادي، في عوض ان دوك الناس اللي الشهره الخاويه اللي كتطلع بالفيك بالسوشيال ميديا فيسبوك خصو غيبان عليك باخر طوموبيل باخر حاجه، ومي كتمشي كتلقاه هو ما سعيدش في حياته كاع، هذاك الشيء كامل ماشي ديالو ولا كاريه ولا ما نعرف ليه، المهم ماشي سوقنا. لهذا راه الخوت، راه هاد الاشياء كيجوا مع بعضياتهم. ليف ات سيمبل مان، عيش حياتك عاديه، ما تسوقش، راه واخا دير اللي درتي عمرك غادي ترضي بني، عمرك غادي ترضي البشر غادي يهضروا فيك، غادي يهضروا فيك، سواء عشتي ببساطه، سواء عشتي لاباس عشتي بقيتي كتبين لهم بانك راه عادي وتشد كريديات وتمشي تقاتل هنا وهنا، هكذا تبنات الحياه. ديما كاين واحد الصف معاك واحد الصف ضدك، فعيش حياتك وركز على الاهداف ديالك وركز على الاشياء المهمه في الحياه. والخوت تهلاو، كيف قلت لكم دعموا الفيديو بزاف، دعموا هذا الفيديو هذا، ونشوفكم في فلوغ جديد، نتلاقاو السيمانه الجايه. تهلاو.